مشاهدينا الكرام، كما نتابع مع حضراتكم الآن هذا الفيديو المتداول لسماء أصفهان، ويبدو في سماء أصفهان وميض، ربما هذا هو مؤشر لدفاعات جوية تحاول التصدي أو أجسام تحاول التصدي لهذه الضربات التي طالت مدينة أصفهان. ونعيد ونذكر على حضراتكم أن هذا فيديو متداول لسماء أصفهان وما يدور حاليا في مدينة أصفهان.